ما تنهضروه على هذه البلديه وتنهضروه على وزير النقل والتجهيز الاخ تلموس قال ما يمكنش نتهموا هاد الناس بانهم شفاره، لان ما كاينش دليل، كاين دليل في القنيطره، لان التقرير المجلس الجهوي للحسابات جاب الادله القاطعه ان هاد رئيس البلديه اللي هو وزير انفق من الملايير على هذه المدينه دون ان تستعمل لفائده المواطنين، دون ان تستعمل لفائده ساكنه بلدية القنيطرة. وبالدلائل أخواتي والإخوان.